السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نديرو فيه الشرح ديال كيفاش انستالي فوتخ كارت جرافيك انستالاسيون مزيانة و تيليشارجي لي زوتيلات لي ايتيلاتيغ لي مع عفوا. انا الكارت جرافيك من نوع ام اس اي جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي 4 جيجا اوفر كلوكي. المهم هذا هو الموديل اللي عندي انا ديال الكارت جرافيك. بزاف الناس كيخدموا بالكارت جرافيك غير بالدرايفر ديال انفيديا فقط، مع العلم انه كيكون معاه دي زيتيلاتور اللي كي كيتحكم في فونتيلاتور ديال الفرفيره ديال الكارت جرافيك، كيتحكموا في بزاف الحوايج في الفي بي اس، في كي ريكوردي وبزاف الحوايج كيكونش عارف الواحد. مهم كما كتشوفوا معنا هذه الكارت جرافيك جي فور جي تي اكس 1050 تي اي كارت 4 جيجا اوفر كلوك. هذا هو الموديل اللي عندي. بالنسبه لهذا الموديل هما لي سبيسيفيكاسيون ديالو. جي فور جي تي اكس 1050 تي اي 4 جيجا اوفر كلوك، هذا هما لي كاركتيرستيك ديالو. هذه الغاليري تدخل غير من السيت ديال ام اس اي وكطابي الموديل اللي عندك. بالنسبه للسيبورت هنا كما كتشوف كيعطوكم هنا بالنسبه لي درايفر. لي درايفر انا كنخدم بويندوز 10، يعني هما لي درايفر ديال الكارت جرافيك انفيديا. احسن حاجه يدخل السيت ديال جي فورس دوت كوم درايفر. هنا ملي كتدخل كتريشارجي درايفرات الاخر ما كاين في لي درايفر، يعني فيرسيون ستابل جي فورس درايفر. السيت مباش يدخل كاع عرفنا واش طايح ولا مالو. المهم كتدخل السيت خصك تريشارجي هاد الدرايفر ديالهم هما. ما علينا، انا الدرايفر ديجا مانستالي، ديجا عندي تريشارجيت و انستالي. شو هو هدا؟ كطابي الموديل ديال الكارت جرافيك و المسائل ديالها، كيعطوك هاد الدرايفر ديال هادو لي كتانستالي في المرة الأولى. بالنسبه لي زيتيلاتير يعني كتسيليكسيوني الفيرسون ديال ويندوز اللي عندك. هنا عندنا ام سي اي افتر بورنر، هذا اللوجيسيال هو ديال الاوفر كلوكاج هو اللي كيتحكم في الكارت جرافيك. فيرسون 461 هادي فيرسون ستابل فينال. كاين هاد ليامات واحد الفيرسون اخرى بيتا، كاين في السيت ديال كورو 3 دي دونالد. هادي هي الفيرسيون الجديدة اللي دايرين دابا 462 بيتا 2. كلكم تيليشارجيو هاد الفيرسيون من هاد السيت أولا تيليشارجيو فيرسيون ستابل. هي هادي هاي فيرسيون 6.1 ستابل فينال. كاين هاد الفيرسيون 62 بيتا 2 بيلد 15658، أنا غنتيليشارجي هادي. هاد الفيرسيون فوالا هاهي كتليشار. ام سي افتر بورنر فوالا هو تليشارجا. نتليشارجو ام سي اي لايف ابديت، هداك ابديت بحال اللي عندو دابا شي كارت مير ام سي اي ولا كي ابتي شي تا الكارت جرافيك اللي كان خاص شي ميزاجور ديال البيوس ديال الكارت جرافيك ولا شي حاجه. المهم غنطري شارجيو شي هو ها هو كاين واحد اللوجيسيال اخر ديال بنش مارك هو باش كتيست الكارت جرافيك. اللي بغيت تيشارجي يمكن لي تيشارجي، سميتو تا هو ام اس اي كومبي ستور. كومبي ستور معلينا، هو عندي ديجا انا مطيليشارجي. فهادو هما الدرايفرات المهمين دابا ديال الكارت جرافيك.
درايفر ديال كارت جرافيك، وكاين هاد ام سي اي كومبي ستور باش دير بنش مارك وتيست الكارت جرافيك، وكاين ام سي اي افتر بورنر ولايف ابديت. بالنسبة لام سي افتر بورنر حنا انستاليو دابا، هذا هو ام سي افتر بورنر، غنكليكيو على اكزيكيتي اون طونكو ادمينستراتور. وي كنفضل انستالي بالانجلي. نيكست اتخلي مع دريفاتور نستاتيك سيرفر شي هي كتانستالا معاه. نيكست 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 صافي، وتسنى. دابا غنستالي ريفا تورنر ستاتيشيك سيرفر فيرسون 2.3 بيتا، جوج سيتاب تو بيتا. ملي كيكون انستال لوجيسيل كيدير ميزاجور لديريكت ديريكت 11. فينيش انستالي والله في ابدي تاهو. والله في ابدي انجليش، خلينا فرنسي. نيكست 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 نيكس انستال. اذا فهذا هو ام سي افتر بورنر، ها هو كيطلع هنا. دابا غنوريكم كيفاش تكونفيغوريو هاد ام سي اي افتر بورنر. المهم انستاليو بعدا هاد ام سي اي كومبي ستور اكزيكيتي هاد لوجيسيال ديال البنش مارك، كيكون تا هو مع الام سي اي ام اس اي. هذا مزيان باش تيستي بيه الكارت جرافيك بالنسبة اللي بغا يدير الاوفر كلاو كل شي حاجة. اما انا كيقول لك اناليزي بوغ لي ميزاجور، زعما الميزاجور ديال البيوس الكارت جرافيك ولا ديال الكارت مير. فدابا كلشي انستالي هنا، دابا غادي ننتقلو. هو ام سي اي لايف ابديت، ام سي اي كومبي ستور، ام سي اي افتر بورنر. معنينا دابا غادي نشوفو كيفاش تكونفيغوري ام سي افتر بورنر. غندخلو لي بارامتر هنا. اول حاجه غتجي الستار ويد ويندوز، ستار مينيميزد باش يديماري مع الويندوز ملي يديماري البي سي. بالنسبه لهاد البلاصه هنا ستوندار ام سي اي، كدير ريفيرنس ديزاين بحال قلتي اون فرونسي ريفيرنس ديزاين. ملي كدير ريفيرنس ديزاين الكارت جرافيك كتعرف كتعرف الفولتاج اللي غتاخد الراس، اللوجيسيال كيتحكم فيها كيبقى يعطيها الفولتاج بالنسبه لشحال ديال شحال من الواط غتاكل الكارت جرافيك. غدير هنا ان لوك فولتاج كنترول، ان لوك فولتاج مونيتورين، وتابليك. هيطلبو منك باش ترو ديماري اللوجيسيال دير وي، اللوجيسيال ترو ديمارا تعاود جبدو من هنا. المهم بالنسبه لهنا جا لحد هنا مزيان، غنجيو للفان او بما يسمى بالمروحة.
الفرفير ديال الكارت جرافيك فيه جوج كرا جوج فريفر ديال لي كارت جرافيك. دير هنا انابل يوزر ديفيندد سوفتوير اوتوماتيك فان كنترول اكتيفي هاد العيبان باش تولي الكارت جرافيك الراسه اللوجيسيال راسو كيديتكتي السخونية ديال الكارت جرافيك شحال ديال التومبيراتير وكيدور راسو على حساب السخونية. هادي فورس فان سبيد ابديت اون ايش بيريود حتى هي مزيانة. دابا الكارت جرافيك ركز اللوجيسيال كيتحكم في اللوجيسيال كيتحكم في لي سيركوي ديال الكارت جرافيك غير كيحس بها سخنات كيبدا هو كيزيد في الفافيشاز ديال الكارت جرافيك. هادشي خاص بالمونيتورين بسم اللي بغي افيشي الفي بي اس وداكشي. المهم هادو مزيانين باش يطلعوا بالنسبه للواحد اللي كان كيلعب بالنسبه للجي بي يو طومبيراتير الحراره ديال الكارت جرافيك جي بي يو شحال الكارت جرافيك خدامه ميموري يوزج فان سبيد هو مهم. سي بي يو تمبيراتور بالنسبه لا تمبيراتور ديال البروسيسور. سي بي يو يوزاج ليوتيليزاسيون دو بروسيسور شي مزيانه تافيش تطلع. الرام يوزاج شي بالنسبه للرام شحال كتاكل كديك اللعبه. هنا كاين فريم ريت وفريم تايم. فريم ريت هو ناكتيفيو شو اكتيفيو. بالنسبة للأون سكرين ديسبلاي هادشي عندي حوايج أخرى من هادو هما عندهم علاقة مع الفي بي اس وداكشي. فكما كتشوفو هنا هي الريفا تورنر ستاتيك سيرفر أكتيفيت تاي نديرو لا ستار ويد ويندوز باش تبقى تطلع هي اللي كتعطيك الفي بي اس كتأفشيلك شحال من في بي اس لعبة الجو وداكشي. هادي مزيانة كتأفشيلك في بي اس هنا. المهم هي غاتمينيميزا تبقى ديما خدامة كيما تورك على هنا بلاصه كطلع. كاين البنش مارك كاين سكرين بالنسبه لواشي تكابتشيري من لوجيسيال سكرين كابتشر تكابتشيري لي زيماج دير هاد جي بي جي فورما جي بي جي. كاين الفيديو كابتشير كي دير هنا فول فريم باش يسجل فول اتش دي. ما كاين الفريم ريت شحال سي بي اس الكاليتي ديال الفيديو. هنا كدير ليكي باش تكابتشيري فيديو بري ريكوردر. المهم هادشي عندو علاقة مع كيفاش تريكوردي من كارت جرافيك بالنسبة للناس اللي كيديرو الجيمين واللي كيلعبو. البروفايل هادو دا البروفايل ما كنخدمش بيهم انا. يوزر انترفيس هادو هنايا كاين لي سكين لي سكين ديال من هنا كتخدم بعدا بالنسبة لغاتي تقلب اللغة في اللوجيسيال. هنا كاينين لي سكين بالنسبة لي سكين ديال هاد لوجيسيال ام اس اي افتر بورنر. هادو هما لي سكيل اللي كاينين هنا. كاين بزاف ديال لي سكين كاين شي حاجة جديدة شي يلاه دارو جديدة هاد الأيام هادي. المهم كاين واحد سكين زوين ريد شي على سكين دايرين زوينين. هاد لي سكين انا كنخدم بهادي كنفضل هاد السكين هذا سكين زوين. كيما كتشوفو هنا كلشي تكون دابا مكونفيغري مزيان بقات غير هاد ستار اب ستارت اب باش يديماري مع الويندوز. اما عطيني كنا فيرسون 4.2 بيتا جوج لوجيسيال درايفر ديال الكارت جرافيك سميت الكارت جرافيك. كاين هاد لي زوبسيون هنا هادو هما ديال الاوفر كلوك بالنسبه لعند كارت جرافيك كات اوفر كلوك. هادو هما لي زوبسيون هنا كيفاش هذا تا هو غادي ندير لي فيديو بوحدو خصيصا لي كيفاش اوفر كلوك الكارت جرافيك بهاد الاو اس سكانر اللي كان خرج جديد. كاين هاد لوبسيون هادي مادي اكتيفي كيفاش تلينكي الطومبيراتور مع مع الفولتاج. المهم هو دابا خدامه الكارت جرافيك اوتوماتيكمون كتعطي لوجيسيال كيعطيها الفولتاج داكشي اللي خاصة. بالنسبة للكومبي ستور داك اللوجيسيال اللي كنا دوينا عليه قبيلة ديال البنش مارك فهو هاد. غتولي تكليكي هنا في هاد ليكون ديال الكا غيبدا يطلع لك كومبي ستور كما كتشوف الان
الا لاحظتو هو الان دابا كيدير بنشمارك، هو الفان في الفيرام واحد الكارت جرافيك كتسخن، هو الفولتاج كيطلع و الفرفيرة هي كدور بالنسبة للفان، كيدور على حساب لا فيتاس اللي فيه، وكيطلع الجي بي يو كلوك الميموري كلوك، هاي 54 FPS. هاي الكارت جرافيك دابا بدات كتسخن شوية، هاي لا تمبيراتور بحال دا كطلع، كتخسر كيخسر الفولتاج، كتاخد الفولتاج اللي بغيت وكيطلع كتزيد طلع الكارت جرافيك دابا خدام البوست، يعني فاتت الحد ديالها، هاو خدام البوست. هادي مازال ما مديرش ليها الاوفر كلوك لا والو، غير نورمال جامي اوفر كلوك. كطلع حتى لهاد البلاصه هادي 1740 في الميموري كلوك، في الجي بي يو كلوك. اما الميموري كلوك كتبقى في 3504، هادو هو اللي كيت اوفر كلوك. ملي غنخرج من اللوجيسيال كارت جرافيك هترجع تبرد، وغتنقص في لا تمبيراتور ديالها، وفي الجي بي يو كلوك ميموري كلوك، يعني كترتاح كتخدم عادي. بالنسبة للكومبي ستور تقدر تحلو من هنا، او كيعطيك بزاف تلعيبات. انا دار البنش مارك كتعزل اللي بغيتي، كاينين بزاف الاشكال والانواع، كدير الران ستريس بنش مارك على حساب البنش مارك اللي بغيتي. باش تيستي الكارت جرافيك واش خدامة مزيان ولا لا. كاين بزاف ديال لي بنش مارك بزاف. ها واحد اخر شوف هنا شحال عاطين في بي اس، 432 439. لا تمبيراتور ديال الكارت جرافيك كطلع. المهم هذه هي الطريقة الصحيحة باش كارت جرافيك تخدم وتخدم مزيان في لي جو بلا مشاكل والو، ما تسخن ما والو، وتكون كتخدم مزيان وكتعطي يعني الجهد ديالها. بالنسبة للام اس اي، ام اس اي لايف هذا كيدير ابديت البيوز ديال الكارت جرافيك، الا كان شي بيوز جديد ديال الكارت مير ام اس اي ولا الكارت جرافيك يعطولك هنايا باش دير ميزاجور. كاين لا ميزاجور لا والو. فاذا هذا هو يعني ثلاثة لوجيسيال ديال الكارت جرافيك. اول لوجيسيال كيكون هو ديال انفيديا، هاد انفيديا جي فورس ديجا كنت مانستالي هنا، والام اس اي افتر بورنر، والام اس اي لايف ابديت، وكومبي ستور. هادو هما لي لوجيسيال ديال انفيديا. كما كتشوفوا هذا هو لوجيسيال ديال انفيديا جي فورس اكسبيرينس، هادو هما لي جو لي عندي في البي سي، هما طالعين هنايا. كما قلت لكم هذه الطريقه الصحيحه باش تنصالي كارت جرافيك، حيت لما خدمتيش باللوجيسيالات الدوله اللي مع الايشيلاتير اللي كيخدموها، راه كتكون كارت جرافيك كتسخن وما كتخدمش بالطريقه المزيانه ديالها. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش البارطاج واللايك وتدعمونا. ان شاء الله ندير لكم شي فيديو اخر ديال الاوفر كلوك، كيفاش اوفر كلوك جي فور جي تي اكس 1050 تي اي بالنسبه للام اس اي. نخليكم، الله يعاونكم.